أنا والله ما ودنا نستعجل هالغزل بالحين. أقول راكب اللي مصنعه أهل العقول الفضة، ما صنعها إلا خبير وذو مزاج عالي، صنع كأنه مرصع بالذهب والفضة، لا يقرب منه غير أصحاب روسة المالي، وراعي الحالة الوسط لا بد ياخذ قرضه، كود يصل قيمته ريال فوق ريالي، والفقير اللي ليا طب البلد ما قضى، ما درى عن قيمته رخيص ولا غالي، والمشمع الشارع اللي بالعرب مكتظة، شبحت فيها العيون بهيبتنا وجلالي، ودها تقناه لكن ما معاها حظ، الليالي عاندتها وحظها الميالي، والمشا قدم الهنوم ثم انهيد الغضة، جرت التنهيده اللي كانها الموالي، والمشا قدم الشباب اهل العقول والمرضى، قال ليته عملي ولا يا ليته خالي، جيب مرسيدس فرض هيبته طوله وعرضه، ولا يقرب جيب مرسيدس فرض هيبته طوله وعرضه، ولا يجيبه للسعوديه سوى الجفالي، نحره للي فرض حبه عليها فرضه، واخبره وش صار لي عقبه وش اللي جالي، اخبره نحر للي فرض حبه علي فرضه، واخبره وش صار لي عقبه وش اللي جالي، واخبره بان الحنايا فوق نارنا ترضى، كل ما سوى التغلي زاد شبه الصالي، واخبره حتى يعضعف الشفايف عضه، خابر بانه ما يصطاف الحبيبه الغالي، وحب مبني بالسراحه مستحيله يقضى، ما تغيرها الليالي وخرجتها العدالي، وكان غايب من زعل برضي حتى يرضى، دام هذا الوقت وقتي والجماله أجمالية، وكان غايب من زعل برضيها حتى يرضى، دام هذا الوقت وقتي والجمال أجمالي، وحبنا دي بالسراحة مستحيل يقضى، ما تغيرها الليالي وهجت العدالي، والله إنه ما يفرق بعضنا عن بعض غيره قدوة داد الرب العظيم العالي، سلامتكم.